On the second day of our work, we joined teams from Human Appeal International and went to Salamada within the Syrian border. Today is the distribution of 5,000 food parcels. We will bring 900 of these into the camps near Idlib. The rest will go further into Syria, where it is too dangerous for us to go. Human Appeal have filled these parcels with enough food to sustain a family of five for 1 month. The demand far outweighs the supply. Your donation is vital. Every donation counts. عبد القادر الخطيب من حماه مدينة طيبة الإمام بالأتارب. هذه صرنا 7 شهور. أتارب هي منطقة تابعة لحلب، فيها نازحين من جميع المحافظة، من جميع سوريا، من جميع محافظات سوريا. والله عشتهم سيئة جدا. الإغاثة اللي عم تيجي قليلة، وعدد كبير، عدد نازحين كبير من جميع محافظات اللي فيها كوارث بسوريا. قاعدين بالمدارس، كل صف في 20-30 عائلة فوق بعضهم، بالبيوت المهجرة اللي مي مسكوني، بالكهوف، بأماكن يعني سيئة جدا. معتمدين على الله وعلى المساعدات، وكثر الله خيره كل شيء وبيساهم لإغاثة هالشعب المنكوب. يا أخي بالنسبة للمساعدات، مساعدات شعب منكوب. طلعنا بالتياب اللي علينا، ما في معانا اللي هالتياب اللي لابسينها من تحت القصف. طلعنا وهربنا وجينا التجأنا لمنطقة الأتارب، وموزعين مو بس بالأتارب، بجميع القطاع الشمالي. تحتاج اللباس، تحتاج الغذاء، تحتاج المنامي، كل شيء يتطلب مستلزمات الإنسان. أغطي، بطانيات، إحرامات، طبخ، عم يطبخوا على الحطب، عم يلقطوا حطب ما ضل فيه. مساعدات طبية قليلة كمان موجودة بالمستوصفات الخيرية، ولكن قليلة جدا، يعني لا تكفي. يعني اللي بده مثلا عم يقسموا زرف الحب لا لا لشخصين لعدم تواجد الأدوية الكافية. نعم، بحاجة لكل شيء. شعب منكوب، وبترجى من العالم كله اللي سامعني، بترجى من العالم ينظر للوضع، هالوضع، هالبشر، وضع هالناس، هدول هاللي نزحوا وطلعوا سرقوا كل شيء، بيوتهم اتدمرت، انتهوا، ما في شيء نهائيا. أطفال عم يبكوا، ما في حليب إلهم، قلة حليب، ماء ملوثي، قعدي، يعني مسكن غير صحي، غير لائق. بقول للعالم كله يا أخي انظروا بهالشعب. هذا إنسان ما هو حيوان. هذا إنسان، إذا كان القيم الإنسانية، يا إنسان، يا عالم، يا جامعة الدول العربية، يا منظمة حقوق الإنسان، هذول إنسان، هذول نحن بشر، بدنا نعيش مثلنا مثلكم. احنا ما طالبين فقط عبين ما ينتهي وضعنا ان نعيش، ما نموت من الجوع، ما نتبهدل من الشرشح، ما نسائنا ما في عندهم لباس، طالعات بالثياب اللي عليهم، اللي المشط ما في، ما لحد هلا اخر يوم ما يعني الوسخ اكلنا، صار فينا امراض غريبه، شيماء وما شيماء، والدمل والتقريح موجوده بكثره. بتمنى من العالم ينظر لوضعنا، وعلى الدول العالم الله يكثر خيره كل شيء ساهم لإغاثة هالشعب المنكوب. الله يكثر خيره، والله يبارك برزقه وبماله، والله يعطيه ألف عافية. كل شيء بيفكر بهالشعب المنكوب. يا ريت يضلوا هيك ماشيين معنا.
يعني كل واحد The food distribution is very well organised and monitored by Human Appeal. Every registered family must have a stamped ticket to be able to collect a parcel. Every month, Human Appeal process thousands of parcels to cover a wide region for families most in need. Thank you.